ينضم إلينا الآن المتحدث باسم مستشفى الكرخ الدكتور حامد اللامي. أهلا بك دكتور حامد. إذن رغم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق، المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر يقول أن الوضع الصحي في البلاد تحت السيطرة. نعم، أأكد لكم أنه تسمعوني؟ العفو. نعم تفضل. نعم، يعني أشكركم على هذه الاستضافة. أهلا بك. وأحب يعني أصحح المعلومة، لست المتحدث باسم مستشفى الكرخ، أنا دكتور حامد اللامي، أخصائي جراحة من مستشفى الكرامة التعليمي، متابع للوضع عالميا ويعني في القطر. نحن الآن والحمد لله يعني مسيطرين تماما على وضع الوباء بالأرقام الحالية وبالإحصاءات الحالية. لا يوجد لدينا أي أزمة في استقبال المرضى. عندنا الآلية اللي تعمل بها وزارة الصحة، الحمد لله مسيطر على الوباء بشكل جيد، والحمد لله الأمور تجري بشكل منتظم. بالنسبة للوباء والإحصائيات العالمية تشير إلى إصابات أعلى من العراق بأضعاف مع وجود نظام صحي رصين ووجود مؤسسات صحية متقدمة، لكن الحمد لله والشكر نحن معدل الإصابة بسيط والحمد لله. نعم دكتور حامد، يعني بالحديث عن الدول الأخرى، أيضا هناك دول عادت الحياة فيها إلى طبيعتها وسجلت انخفاضا ملحوظا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، ما ردك على الأنباء التي تتحدث عن اكتظاظ المستشفيات بأعداد المحجورين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا؟ يعني هل المستشفيات في العراق الآن ضمن الوضع القائم مجهزة ومستعدة لاستقبال أو لمجابهة ارتفاع الإصابة بكورونا؟ طبعا عالميا أصبحت توجد هناك أخطاء كثيرة في موضوع التعامل وإدارة الوباء، وهذه يعني الأخطاء كانت في يعني مثلا الحظر، مدة الحظر، حظر شامل، حظر مشدد، حظر غير شامل، حظر جزئي، كل هذه المفردات كانت بها أخطاء لأنه التنفيذ صعب. نعم. على يعني مجموعات بشرية كبيرة يكون الخرق لهذا النظام أو لهذا الحظر يكون بنسبة عالية من الخرق، وبالتالي يعني هناك أخطاء حدثت في كل دول العالم في تطبيق مفردات الحظر وحتى في تطبيق يعني الإرشادات والنصائح اللي اعتمدتها المؤسسات الصحية. هي حرب عالمية ثالثة حقيقة، بها مفردتين، بها جيشين، جيش يحشد لأجل أن يوقف انتشار الوباء وجيش آخر ويعالج الحالات، وجيش آخر حقيقة ينشر الرعب والخوف بين الناس. أنا في الأيام العشرة السابقة عندما بدأت وزارة الصحة بإجراء المسح الوبائي الميداني وازدياد، عندما أنت تروح تكشف عن الحالات اللي هي كل الحالات، تسوي سيرفي، تسوي مسح ميداني، بالتأكيد راح يصير عندك أعداد وفيات غير أعداد قصدي إصابات غير ظاهرة. لكن المطمئن إحنا ما عندنا وفيات عالية، يعني نسبة الوفيات لا زالت تحت السيطرة، لكن هناك جيش آخر يثير الرعب بين الناس. يجوني البعض العديد أشوفهم سواء في المستشفى أو في عيادتي، الناس خايفين. نشر الرعب بين الناس مو صحيح. كل إنسان، هذه رسالة أوجهها للشعب العراقي، كل إنسان قادر على أن يصد هذا النوع من المرض اللي هو الإنفلونزا أو الكورونا، هي نوع من أنواع الإنفلونزا، بشرط أن يرفع مناعته، يمارس الحياة بشكل طبيعي. المميت في موضوع الكورونا ليس الفيروس بحد ذاته، وإنما الأمراض المرافقة. طيب. للمريض، كأن يكون مصاب بأمراض مزمنة، كأن يكون مصاب بأورام سرطانية، كأن يكون يأخذ أدوية،
مثبطة للمناعة، وبالتالي أي مرض آخر حتى لو غير الإنفلونزا الوبائية ممكن أن يؤدي إلى طيب يعني دكتور حامد، أنت تذهب بالقول إلى أن وزارة الصحة في العراق استطاعت التعامل مع فيروس كورونا بشكل جيد، وأن ارتفاع الإصابات بالعراق ليس أمرا يعني جالبا للرعب كما تقول، لكن هذه الأعداد ترتفع كل يوم، هناك ارتفاع أكثر من اليوم السابق، ما هي نصيحتك للمواطنين العراقيين؟ 80% من الشعب العراقي راح ينصاب بهذا الكورونا، و80% من المصابين ما راح تظهر عليهم الا اعراض بسيطه، اعراض الانفلونزا العاديه اللي احنا نشاهدها في كل السنوات. ما عندنا مشكله مع الوباء كمشكله طبيه صحيه، المشكله مع الناس اللي هم عرضه للخطوره اكثر من غيرهم، اللي هم يمثلون مو اكثر من 20%، الريسك جروب جدا هو 5%، وبالتالي انا انصح المواطنين بعدم الخوف. هذا الرعب بين العوائل، اذا انصاب واحد يعني للاسف الشديد اشوف الرعب في العائله كلها، في الملامسين، الخوف من الملامسين حتى في يعني فئات الشباب. لا، الموضوع مو هيجي، المرض ممكن انه يكون يسبب بعض الاعراض، اذا عرفنا الاعراض واخذنا بعض الإجراءات الوقائية اللي هي ترفع المناعة، مثل بعض الفيتامينات، فيتامين سي، فيتامين دي، الزنك، مجموعة البي كومبلكس، نعم. كلها هذه دكتور حامد، عذرا على المقاطعة، دعم مناعة الجسم، وبالتالي عذرا على المقاطعة، نعم. هل تعتقد أن المجتمع العراقي الآن يجب أن نحذره من الخوف من جراء تزايد الإصابات بفيروس كورونا، أم نزيد الوعي لديه بأن هذا المرض يمكن أن ينتشر بشكل أكبر، وأن هناك احتمال بأن تكون هناك موجة ثانية من هذا المرض، والتأكيد على فكرة التباعد الاجتماعي وما إلى ذلك؟ يعني هناك أصلا شكاوى من بعض النخب داخل المجتمع العراقي بأن المجتمع ليس واعيا، يعني لا يوجد أصلا رعب بين المواطنين العراقيين تجاه الموضوع. والله قاعدة طبية قديمة، الوقاية خير من العلاج، ورأس الوقاية هو الوعي. إذا وعى الإنسان بأن هناك مخاطر من مرض معين، فيعني يبدأ يتخذ الاحتياطات والتدابير الخاصة لأن يحمي نفسه، هذه صحته. الصحة هي أهم شيء في حياة الإنسان، وبالتالي يعني عندما نأكد على يعني مسألة التباعد الاجتماعي، أنا ضد موضوع الحظر الكلي أو الجزئي، نعم. بالعكس، أنا مع تصنيف المرض، تصنيف الناس. أكو ناس هيلثي ما راح يأثر بيهم المرض، الناس الإنسان صحته زينة ما راح يأثر به المرض، راح يمر مرور الكرام ويكتسب مناعة، وقد تكون أنه الإصابة بالمرض هي الحل الوحيد لكسب المناعة. الجروب الثاني اللي هو مثل نسبة بسيطة، اللي هم 30% و 20% الناس اللي صحتهم مو تمام، وبالتالي يعني تتضافر الجهود او تتركز الجهود للعنايه بهؤلاء، نعم. الناس، نعم، اتضحت الصوره. يعني اساس السيطره على الوباء ليس بنحسب ايش قد نسب الاصابه، ايش قد اليوم صار عندنا، صرنا 5000، صرنا 20000، صرنا 30000، مثل ما يجري في العالم. انا متابع. ما هو اساس السيطره على الوباء اذا سيد حامد؟ أساس السيطرة على الوباء هي في تقليل نسبة الوفيات، نعم. لازم نروح للشخص اللي راح يصير عنده أعراض شديدة، وبالتالي نبذل قصارى جهدنا في إنقاذ حياته، نعم. عندما نسيطر على نسبة الوفيات نكون إحنا مرتاحين. نعم، انتضحت يعني الصورة دكتور حامد. التقييم الكامل لعملية السيطرة على الوباء هو في تقليل نسبة الوفيات. نعم، دكتور حامد اللامي، الدكتور في مستشفى الكرامة التعليمي. كنا ممكن أن نصاب. الدكتور في مستشفى الكرامة التعليمي دكتور حامد اللامي، أشكرك جزيل الشكر.